أخوتي خواتي، آية اليوم من متى 11-28. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تأملات في آية اليوم: أين تذهب عندما تكون مرهق وتحتاج للراحة؟ لا سرير، لا إجازة، ولا تراجع قد يمنحنا راحة حقيقية إذا لم يتعلق هذا بالذهاب إلى يسوع. إذن ماذا ننتظر؟ تعال ليسوع واستمع ببركاته ومحبته وغفرانه ونعمته وراحته. آمين.